املنا كبير جدا في النادي الاهلي، املنا كبير جدا في المنظومه ككل. النادي الاهلي النهارده ان شاء الله قادر انه يتخطى عقبه سيراميكا كليوباترا، وقادر ان هو يلعب على اللقب اللي هو اصلا حامل اللقب بتاعه من السنه اللي فاتت. يعني بالمناسبه عشان برضو الارقام، عشان نقول الارقام بس، هو البطوله دي اول مره تتعمل بالطريقه دي الجديده، اول مره تتعمل بالطريقه دي، اربع فرق على غرار كاس السوبر الاسباني اللي بقى له اربع سنين بتعمل بنفس الطريقه. فلما نيجي بنتكلم بنقول ايه، بطل الدوري ماشي، والمفروض اللي هيلعبوا الاربعه اللي هيلعبوا في البطوله دي، وبطل الكاس. طب مين بطل الدوري ومين بطل الكاس؟ بطل الدوري النادي الاهلي، وبطل الكاس النادي الاهلي. فادى فرصه لفرق تانية انها تلعب في البطوله دي، ادى فرصه لفرق تانية انها تلعب في البطوله دي. مين اصلا حامل لقب كاس السوبر السنه اللي فاتت؟ النادي الاهلي برضه. النادي الاهلي برضه. بنبص على البطوله السنه دي، او يعني هو كاس السوبر ده بتاع الموسم الماضي. الموسم الماضي كان النادي الاهلي بطل الدوري، النادي الاهلي بطل الكاس. النهارده ان شاء الله ان شاء الله هو بيسعى انه يكمل البطولات المحليه بالفوز بيها كلها. يبقى كسبان دوري ان شاء الله، يعني فات كسبان كاس، وان شاء الله كسبان كاس السوبر المصري. لو اتكلمنا من الناحيه الفنيه، مباراه صعبه وقويه قدام فريق كويس وفريق جيد، عنده لعيبه مهارين كويس قوي قوي، يعني على مستوى عالي، عنده لعيبه على مستوى عالي. بيلعب لعب مفتوح، عنده طبعا مشاكل في النواحي الدفاعيه، ولكن في الجزء الامامي هايلين، يعني تقدر تقول ان هم من الفرق الكويسه قوي 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 في الناحيه الهجوميه. عندهم مدير فني ايمن عبد الله، مدير كويس، مدير فني كويس وبيفكر كويس وبيدير كويس، هيخلي المباراه صعبه علينا شويه، خصوصا في حاله الاجهاد اللي بيعاني منها النادي الاهلي، خصوصا في ظل فترات الراحه ما بين سيراميكا كليوباترا والنادي الاهلي.